أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. أبونا عبدو، قبل أن نتكلم عن التضامن المسيحي الإسلامي الذي حصل في وجه قرار سلطة العدو الإسرائيلي، ماذا اقترف الأب عبدو رعد حتى عوقب بما عوقب؟ أبونا عبدو هو معلم في الكنيسة، الكاهن هو معلم في الكنيسة، نعم، ويمكن تحمس زيادة عن اللزوم بهالإفطار اللي كان وراد أنه يعمل سابقة بهذا الموضوع، وأدن الصلاة وأدى الشهادتين. هلا إذا كان عم بيعمل الخبرية فولكلورية لا منيحة بحق المسيحية ولا منيحة بحق الإسلام، وإذا كان عم يقصدها وبشك يكون عم يقصدها، بالتالي هو معلم في الكنيسة ويترتب عليه أن يلتزم بعقيدته. اليوم يعني الكنيسة مثل ما سمعت بالحوار اللي صار قبل، بعد مجيء سيدنا يسوع المسيح وموته وقيامته على الصليب، ما عنده أنبياء بعد، يعني ما تؤمن إنه في أنبياء بعد المسيح. بالتالي أبونا اليوم بهذا أدى الشهادتين، مثل ما قال سماحة الشيخ إنه المسلم حتى يكون مسلم بده يؤمن بالله الواحد الأحد الصمد، وبده يؤمن إنه محمد هو رسول الله. بس في كلمة مهمة، بده يؤمن. إيه؟ يعني الإيمان شيء وما ينطق به اللسان شيء آخر. أوكي. أنا مثلا أنا كشخص أنا لما أسمع الأذان أنا بقدن معه، يعني أي. أنا من الناس اللي بحس حالي إني برافق الأذان بالأذان، يعني هل أنا صرت مسلم؟ تبي تتفاعل مع أنت الأذان. عم تتفاعل مع الأذان بينك وبين ذاتك، أنت حر، ولكن حتى في العلن. لا، الكاهن هو معلم في الكنيسة، ما بيقدر يؤدي شهادتين وبيقدر يعني يعلن هذا الشيء. عم بقول لك اذا كان عم يعملها تبييض وجه مش منيح لا بحق المسيحي ولا بحق الاسلام، هو عم يعملها هيك، وبالتالي بيترتب عليه تدابير في الكنيسه ما عاقبه. نحن بالكنيسه ما في عقاب، في تدبير بيتاخذ تنبه الانسان انك انت خلفت العقيده الكنسيه، وبالتالي هو كمان شخصيا انا مثل ما عرفت حط حاله بين ايدين السلطه وقال لهم انا يمكن تسرعت او كنت عم حاول اعمل سابقه، ويطلع بيان اعتذر. انا يعني حاضر انا حاضر بس نعم بس شيخ، هل اليوم بعد ما رفع الاذان ابونا عبدو رعد صار مسلم؟ لا، شوف لأقول لك، انا بتصور يعني بده يكون رفع الاذان عن عقيده اذا كان مؤمن. احنا بالنسبه لي انا كمسلم عندما بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني امن باله واحد وآمن بمحمد كنبي ورسول، فهو حكما آمن بما سبقه بالأنبياء والرسل. إذا كان هذا الكلام عم بيقوله موقف سياسي شيء، وإذا كان عم بيقوله عقيدة شيء آخر. أنا كمسلم أنظر إليه من حيث الظاهر، لكن هو عليه أن يؤكد هل هو يقول هذا الشهادة موقف سياسي أو موقف مجاملة، أو أنه يقول عن عقيدة وعن اقتناع. هو قال ببيانه أنا قمت خلص بتلاوة الأذان عن مجاملة بشكل عفوي وعن غير قصد ومن دون قناعة. يعني هذا وإن يكون هذا الموضوع في عالم كثير، يعني صورة الكاهن عندهم بمكان ما، نعم، نتفي تهزهزت، وبالتالي هو بده يعني ليه ما انتم ما بتعتبروه بدايه الاعتراف بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا سماحه الشيخ انا بدي اقول لك من ساعه انا تابعت الحوار، نحن وياكم صار لنا 1400 سنه. صحيح، لكم دينكم ولي دين. لا انتم قدرتوا يعني تقنعونا بالعقيده الاسلاميه، ولا نحن صحيح تماما، وذلك نحن مقتنعين. يعني نحترم الاخر، وبالتالي نحن بنتحاور نحن والاسلام. صحيح.
في شيء بيجمعنا على القواسم المشتركه، في شيء بيجمعنا هي ابوه الله لنا كبشر، لانه نحن كلنا نحن خليقه الله. بس تبين انه في ناس اقتنعوا اليوم. كيف اقتنعوا؟ في واحد اقتنع عمل مسلم وواحد اقتنع عمل مسلم. هيدي لها بحث اخر. بس بدي اقول لك انه نحن 1400 سنه ما حدا قدر، هذا الجدل في العقيده جدل عقيم ما بيقدر لنتيجه. نحن بنتحاور نحن بما نتفق عليه، ابناء الله، نحن بنوتنا لله لانه خلقنا، اخوتنا في الانسانيه وفي قيم مشتركه، نحن بنقدر من خلالها نتقرب من بعضنا البعض، وهذا شيء مطلوب. طيب السؤال بالنسبه لفضيله الشيخ، اليوم هذا اللي حصل هو حصل من كاهن مسيحي رفع الاذان، فاعتبر بالنسبه للكنيسه المسيحيه انه هذا غير جائز. طيب اذا عكسنا الامور، يعني اذا شفنا اليوم شخص مسلم يرسم اشاره الصليب او يقوم بدور يعني بيقول باسم الاب والابن والروح القدس او امور مماثله، ماذا سيكون موقفكم كاسلام منه؟ شوف رده الفعل هي التاليه، يرسل وراءه نعم ويسال هل ما قمت به عقيده، اذا كان عقيده مع ذلك خرج عن الاسلام وهو بحكم المرتد نعم، اما اذا كان مجامله بننبهه بنقول له لا ما إلك حق من الناحية الشرعية. إذا كان تمثيلا كمان ما إله حق، هي ذاتها ما إله حق، يعني بمسلسل بده يتنبأ تمثيل ما بعرف. لا لا حتى بالتمثيل غير يعني جائز شرعا. طيب خلينا نشوف بعض المقتطفات لبعض الممثلين، لأنه هيدا أولا في شبهة، لعبوا أدوار راهبات وأدوار كهنة أو رسموا إشارة الصليب، بس والعكس تماما. هؤلاء ليسوا قدوة، يعني العمل اللي عملوه مش بالضرورة أنه يكون عمل صح، هو عمل خطأ قاموا به ولسنا نحن ملزمين بهذا الخطأ. لأقول لك ليه الفكرة اللي بدنا نوصلها، خلينا نشوف بالأول. هاي زميلي يوم نشري بمسلسل مثل القمر صلبت إيدي على وجهها، يمنى أنا مضطرة تجري سرعة على الكنيسة بالكنيسة أمام المذبح لكل الناس. أبونا قد ما فيك تصلي لوحدك. باسم الآب والابن والروح القدس يحضر ثالوث الأرض. هندرستم أنظر لله بدور الراهبة ولا عفة ولا فقر، وأتعهد بحفظها بنعمة الله. آمين. هون عم نشوف يوسف وهبي عم ياخذ دور أبي بطرك او كاردينال، حاطط الصليب على صدره عم بيعرف هو مسلم طبعا، ورسم اشاره الصليب. يتقدم زي ما هو عايز، هي سهير رمزي، كل شيء بامر الله. كمان اليوم محجبه الفنانه سهير رمزي وعم ترسم اشاره الصليب. طيب كل اللي شفناه هلا بعتقد انه انه ما حدا منهم يعني صار مسيحي لمجرد انه رسم اشاره الصليب او وقف بالكنيسه او يعني عفوا شوي. مسيحي كل مسلم هو حكما مسيحي، لانه امن بالمسيح وامن بالانجيل الذي انزله الله، بس ما امن بالصليب. لا صليب شيء. طيب ما الكل رسم اشاره الصليب وحاطط الصليب. لك انا عم بقول هلا من حيث المبدا، لا ما انا عم بحكيك على مسلم على موضوع الصليب. نعم هذه مخالفة شرعية بالنسبة لنا، لأنه لا نعتقد بصلب المسيح عليه السلام، وهذه مخالفة حتى شرعية حتى بالتمثيل طبيعي، يعني أنه ممثل عم بيأدي دور. مخالفة شرعية، يرسل وراءه سواء كان ست أو رجل، إن كان يقصد هذا الموقف تمثيلا ينبه، مبين تمثيل طبيعي، أم إذا كان يقصد عقيدة. بس أنا واجبي الشرعي أن أنبهه بأنه هذا شرعا غير جائز، لا شرعية غير جائز. حد هالقد الإسلام ضيق؟ لا مش ضيق أبدا، لا مش أضيق، ما أنتوا أضيق. لا الزلمة بإفطار، أبونا بإفطار، أبونا معلم في الكنيسة، ما في يخالف عقيدته. إيه؟ واضح. ونفس الشيء كمسلم ما في يخالف عقيدتي، أنا عم بقول له بس الأبونا عنده غير دور. إحنا إذا شو ممثل مسيحي مثل دور إسلامي ما بنتعاطى معه، عم بيمثل، هذا اسمه تمثيل منه حقيقة يعني هنا. بس عم يوهم الآخرين، يعني إهام. نحن مش هالقد، بس فيها شبهة إهام للآخرين. بس الأبونا هو معلم في الكنيسة، ما في
يعمل شيء خلاف عقيدته حتى لو كان عم يجامل. في شامل بغير شيء، مجاملات الاجتماعية عندما يرفع الأذان من مكبرات صوت الكنائس، هذا موقف سياسي. إيه حتى كمان أنا بقول لك، إذا موقف سياسي لا أنا عم بقول لك هذا موقف سياسي. إيه حتى كمان نحن مش أنا ككنيسة، نحن مش مع رفع الأذان من الكنائس. لأقول لك لا، اللي حدث بفلسطين اللي صار هو أبعد من أنه نخلي نسمح أنه يتقدم بالكنائس أو ما يتقدم بالكنائس. في اعتداء على الحريات الدينية عم بيصير بالكيان الصهيوني بما يسمى بدولة إسرائيل. بالتالي هالاعتداء على الحريات الدينية هي اعتداءات على الحرية الشخصية لكل إنسان مؤمن بعقيدة معينة. اليوم منعوا المسلمين من الأذان بمجموعة، يمكن بكرة يمنعوا المسيحيين أنه يقدسوا كمان بكنايسهم. فإذا هل ممكن يرفع تضامني. هل ممكن ترفع أصوات قرع الأجراس من داخل المساجد؟ حصلت ما بعرف ممكن يعني توني المشكلة أنه اليوم في اعتداء على الحريات الدينية. اليوم إذا أنا بدي أتضامن بين المسلمين والمسيحيين مع المسلم بتضامن معه بغير طريقة. أنا بناضل معه، أنا برفع الصوت معه للمجتمع الدولي، أنا بأخذ موقف سياسي معين معه، ولكن الكنيسة كنيسة والجامع جامع. وبالتالي برجع بقول لك أبونا عبده شخص منفتح نشيط، وبالتالي يعني شغلي لا 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 بعده كان نشيط. لا 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 قبل ما أخذت التدابير هلا نشيط داخل كنيسته وبعده لا ما يعني ما لم يعاقب ولم يحرم.